ديروا النية ديروا النية. Tomorrow Morocco versus Portugal, so I will interview some people. We will see how do they feel about this match and if they have anything want to say to Morocco team. سؤال ثاني, شنو كتبغي تقول لهاد اللاعبين اللي في دولة قطر اللي كيمثلوك؟ بالنسبة للاعبين تبارك الله عليهم وكنشكرهم بزاف من القلب الخالص, وان شاء الله راهم مرضيين الوالدين وغادي يفوزوا بفوز اللي هو عظيم ان شاء الله, وراه داروا لنا التاريخ, وكنحييهم من هذا المنبر هذا, وكنطلب الله ان شاء الله يفوزوا باي وجه كان, وراه معنا دعوات الوالدين ودعوات جميع الامه الاسلاميه, راه غادي نفوزوا عليهم. So how do you feel about tomorrow's match? ان شاء الله غادي يكون الربح, حنا متفائلين ان شاء الله. كما كانوا ناس كيشكوا في المغرب فاش كان غتلعب مع فرق اللي هي معروفه بحال بلجيكا اسبانيا, ممكن نتجاوزوا حتى هذا الماتش هذا, حتى حاجه ماشي مستحيل ان شاء الله, وغدا غيكون الخير ان شاء الله. Do you have anything to say to Morocco team? غادي نقول لهم يتابعوا على نفس المنوال اللي كانوا كيلعبوا به, يعني نفس الطاقه ونفس التكتيك, لان يعني التكتيك الصراحه باش لعبوا كان غريب شويه على الفرق الاوروبيه, كتلعب هي هجوميه اكثر. المغرب اختار انه يلعب دفاعي, من الافضل انه يحافظ على نفس التكتيك باش ان شاء الله تكون نتيجه احسن. So how do you feel about tomorrow's match? I'm feeling good. I have hope for the Moroccan team. They are so strong. The last game they played, they are so good. Morocco is gonna win. Penalties. Okay. So do you have anything to say to the Morocco team? Tiro nia. How do you feel about tomorrow's match? السلام عليكم. كنتمنى واحد سعيد المنتخب المغربي مع نظيره البرتغالي. وحنا واثقين في المنتخب المغربي, وكيف ما قال سي وليد الركراكي ديروا النية. Do you have anything to say to the Morocco team? كنقول للمنتخب المغربي شكرا, شرفتونا وهزيتوا رايات البلاد في هذا كاس العالم, وكنتمنى لكم حظ سعيد. How do you feel about this match? السلام عليكم ورحمه الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. نوتخ اوبجيكتيف بور سو ماتش دو ماروك بورتوغال ان شاء الله سي دو غاني ايفيدامون. اون دي كو ليكيب ناسيونال ماروكان ايت اون ايكيب تري فورت, باسكو ليون ا دي جوور فوايي كي جو ان اوروب كوم زياش كوم حكيمي كوم le gardien Bono. On a aussi un entraîneur qui est, comment on peut le dire, pour l'avouer, c'est un grand entraîneur pour nous les Marocains, Monsieur Gagagi, on le remercie de part du peuple marocain. Et merci. Okay, so do you have anything you'd love to say to the Morocco team? On veut remercier beaucoup l'équipe nationale de tout ce qu'ils ont fait pour nous les Marocains. Surtout Ziyech et Mrabat. Tu sais que Mrabat il a déjà une blessure, tu vois. On remercie tous les joueurs et que Dieu nous protège. Et on a bien aimé que pour la première fois un pays islamique qui gagne. Voilà. Et c'est le football, que le meilleur gagne. Okay. Wa salamu alaykoum wa rahmatullah. Okay. How do you feel about this match? سنقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. غدا ان شاء الله نتوفقوا مع المنتخب المغربي وكامل مع المنتخب المغربي باش نهزموا المنتخب البرتغالي ان شاء الله بحول الله. وتنفضلوا الشكر والتحيه للعابه لزياش مرابط حكيمي, وما ننساوش الحارس اللي دوزنا للفينال ياسين بونو. Okay. So do you have anything you'd love to say to Morocco team? عندنا لعابة تبارك الله ناضين, لعابة تبارك الله متوفقين في الدول الأوروبية, الدول الإنجليزية, دراري تبارك الله بدون وصفة. نتمنى نتأهلوا ونربحوا البرتغال
ونتأهلوا للمربع الذهبي وان شاء الله كاع نديو اللقب. نتمنوا نفوزوا مباراه ونديو كاس العالم ان شاء الله بالتوفيق. خاصهم يلعبوا بالروح ويتقاتلوا على حد الشعب من وراهم كلهم كيتفرجوا، وان شاء الله يكون بالتوفيق نربحوا ان شاء الله. نتمنوا المباراه كنتمنوا الربح ويديروا احسن لقاء ان شاء الله غدا، ويمكن كاع نديو كاس العالم ان شاء الله.